السلام عليكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف وقضية. ضيف هذه الحلقة أستاذ المهدي جماع، منسق الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، وقضيتنا هي موضوع دعم السكن الذي أشر عليه الملك مؤخرا. في نظرك سي المهدي، مؤخرا تم التأشير على مشروع دعم السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة، أنت باعتبارك منسق ديال الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، شنو قراءتكم لهذا المشروع هذا؟ هو هذا المشروع كيجي كحلقة في مسلسل ديال الدعم الاجتماعي وتكريس الدولة الاجتماعية، وكما كتعرف هدفه هو ديجا سبقوه عدة مبادرات ومشاريع ديال لدعم السكن، واللي ربما نتناولها في خلال محور ديال الحلقة. وحنا بيان سور ما يمكننا الا نشجعوا اي مبادره اللي كتخفف العبء على المواطنين بصرف النظر على الفئات ديالهم او الانتماء ديالهم، ولكن كاين مجموعه من الملاحظات خصنا ندويوها، يعني نطرقوا ليها باش ما نطيحوش حتى لا نجتر اخطاء الماضي، وبالتالي باش من نسرعوا الوتيره. ويعني وبشي هذا المشروع يعرف النجاح اللي مع الاسف ما عرفوش المشاريع اللي سبقاته. كان جو في ريفيرونس المشروع ديال السكن، المشروع ديال السكن الاجتماعي والاقتصادي اللي ماشي ما نجحش نجح، ولكن بنسبه اقل من الانتظارات. صحيح قدر يعني ينقص من الفجوه ديال السكن، صحيح قدر يعني يمكن واحد المجموعه ديال المواطنين من السكن، ولكن عده علامات استفهام طرحات وبقى كطرح، منها مثلا بان واش هذا السكن كيكرس مفهوم ديال الحق في السكن، ديال السكن اللائق، لان السكن اللائق ماشي طرف، ماشي منا، ماشي هبه، ولكن هو حق يعني اللي كيكرسوا العهد ماده 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اعلان. لا سمح لي سمح لي بالاضافه للدستور، وهذا الشيء يعني فهو حق، ولكن في التفعيل ديالو والتقعيد ديالو ومقاربات اللي تناول بها ربما كان خلفها. غندخلوا لهذا النقاش هذا ديال المشاريع، ولكن انا بغيت نبقى غير في هذا المشروع الجديد. هو البعض كيقول بانه هذا المشروع جاء كحل، يعني واش هو حل مشاكل السكن اللي كاينه حاليا كيعيشوا فيها عدد من الفئات، ولا هذا البرنامج جاء كضغط من لوبي العقار باش او واحد الحل باش يتجاوز الازمه اللي عاشها من بعد كورونا واللي كيعيش القطاع العقار بصفه عامه؟ واش تتفق مع الطرح هذا؟ الاخرف بان صحيح كاين كل فئه سواء مهنيه او هذه فهي كتدافع على المصالح ديالها، ولكن كنظن بان دي قراءه شخصيه ديالي بان ما كتعرف هذا القطاع راه عرف عده ضربات، راه من الازمه الماليه تقريبا وعرف واحد انكماش، من بعد جات حجيره، من بعد بوشارب، مجموعه ديال الوزراء اللي هذا، كل واحد دار اللي قدر عليه باش يعني هذا القطاع. لا انا بالضبط هذا المشروع، لا المهم باش السياق التاريخي مهم، ان من بعد الازمه الماليه جا الكوفيد، جات الحرب الاوكرانيه، وبالتالي هذو اكيد كان انعكاسات مباشره على القطاع، ارتفاع التكلفه، ارتفاع المواد الاوليه اللي مواد ديال البناء، وبالتالي هذا الشيء كله انعكس على الطرفين، سواء المواطن اللي بغى يقتني لا سواء على المنعش العقاري، سواء على الدوله، لان ما تعرف هذا القطاع فهو قطاع مهم، يعني تقدر نقول لك هو العمود الفقري ديال الاستثمار ديال الدوله، وكيحرك مجموعه ديال القطاعات، وبالتالي كانت الدوله لابد كانت كتحرص باش هذا القطاع يكون هو الرافعه، هو الرافعه في الحق. الا شفتي البي دي بي نسبه المساهمه ديالو، لا في الناتج، لا من حيث العدد ديال اللي كيشغل، لا من حيث القطاعات الاخرى، مع الشركات راه كاين دي بي ام دي بي ام اللي كيخدموا مع لي غون ستركتور، راه ما كنشوفوش غير دوك الخمسه ولا الاربعه، ولكن راه عده ديال، وبالتالي كان لابد الدوله تدخل، سواء دخلات في الاول من خلال المشروع ديال السكن الاجتماعي باش تعطي واحد الدفعه، لانه كما تعرف انتكاسه من بعد الازمه الماليه،
واللي كما كتعرفوا كان كيهم امتصاص واحد تقريبا او واحد ديال شي مليون وكذا ديال 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 العجز، ومن بعد تقريبا جوسكا 2020 بقات تقريبا واحد 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 الباقي ديال شي 200,000 ممكن يعني. ولكن كما قلت مجموعه ديال علامات التفهان كان طرحات، من بعد جا الطبقه المتوسطه اللي دويت عليها قبيله، رغم بانك غياب مفهوم دقيق لهذه الطبقه المتوسطه الفئات ربما موجه ليها، ربما هذا السجل الموحد ديال هذا غيبدا يحدد شويه الطبقات. حيت انا باقي كاين ما عارفينش بالضبط شكون هو اللي كيشد فاميل ولا 30,000 ولا 40,000 درهم، ما عرفناش شكون. دونك كان مبادره في 2013 كانت واحد المشروع ديال الطبقه المتوسطه، وما عرفش النجاح كما ما عرفش النجاح هذاك ديال 140,000 درهم لعده اعتبارات. لذلك فكما قلت خصنا هذا المشروع ما يمكننا الا نحيوه، ولكن كاين مجموعه ديال 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 الاخطاء باش نقولها، ومن بعد ومقاربات اللي ما خصهاش تكرر باش نوصلوا للهدف المنشود اللي كاين. يعني هذا مشروع ملكي باش نتفاهموا، نعم، راه ماشي مشروع ديال الوزاره. صحيح الوزاره وهذوك داروا واحد، ولكن هو توجه ملكي، ولكن توجه ملكي وتكريس. نعم. حتى وجود دابا لا منصه عليه باش نحقوا ما يسمى بالامن الشامل، لان راه ملي كيكون واحد الغليان وواحد القدره الشرائيه كتضرب ضربات متتاليه، فهنا كيولي مساله الامن التالي. فالدوله، وهذا كما قلت الدوله من جميع المكونات ديالها يعني واعيه بهذا الشيء، وبالتالي كتفهم كما قلت لك هذا هو حلقه اولا تكون تكمله المشاريع السابقه، ماشي شي حاجه جديده يعني تكبيره البنود بدون صفيح و و لا غير هو الطريقه او المنهجيه جديده. انا المنهجيه علاش في السابق المشاريع السابقه كان السكن الاجتماعي ولا كذا كنا تنعطيو تندعموا المنعشين منعش العقاري من خلال الضرائب من خلال الاعفاءات من خلال الولوج الى هذاك الشيء اللي كنا تندعموا. غير هنا غنرجع للسؤال اللي بغيت نطرح، هو ذكرتي اخطاء الماضي. بين الاخطاء الماضي اللي طحنا فيها هو وتجسدات في السكن الاقتصادي، هو انه داك المشاكل الكبيره اللي دارت في السكن الاقتصادي، تبناو مشاريع ما فيهاش معيار الجوده، شروط الجوده والادميه والانسانه ديال ما الضامن ان هذا المشروع هذا ما غيطيحش في نفس الاخطاء، ما غنطيحوش فيه بانه المنعشين العقاريين مثلا، بعض المنعشين العقاريين غيبنيو لنا واحد السكن لا يلائم بهاد الاثمنه اللي محده حاليا. شنو 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 الضامن باعتبارك انت كمتتبع باش ما نطيحوش في هاد الاخطاء اللي قلتي انت اخطاء الماضي في هذا المشروع؟ كما قلت الضامن والله علاش، لان صراحه انا اتقاسم التخوف ديالك، وماشي غير سؤال مشروع، وماشي غير مشروع و يعني وعنده الرهينيه ديالو، لان الى حتى ماشي غير انت ولا انا اللي كنتخوفوا، لكن هذا راه كاين حتى الجمعيه المغربيه ديال المستهلكين، الجامعه الوطنيه ديال المنعشين العقاريين، حتى هما يعني عندهم تخوف وعندهم عده علامات استفهام، منها مثلا كيفاش يمكننا نوفروا هاد المنتوج بجوده عاليه وهذا في يعني ساشون كو الارتفاع ديال التكلفه وديال الوعاء العقاري. دابا راه هذا السكن هذا راه خصنا نعرفوا ولا كنتي فين غديروا؟ الا كنتي غديروا بتكلفه يعني زوينه واللي كانت هذا وشحال هذا، راه خاصك تخرج على السونتر فيل، ما يمكنش لك ديرو في سونتر فيل. سونتر فيل راه وصل 30,000 درهم 40,000 درهم، فين غدير؟ يعني كيبان بان راه غالبا غيكون في الهوامش وبعيد شويه على لي كومودويتي وعلى وهذا عاوتاني كيتناقض مع مفهوم ديال الاستدامه ولا لي فيل ديرابل وداك الشيء، لان ملي كندويو على المدن الذكيه المدن راه هي مجموعه ديال السكان ومجموعه ديال المرافق، وبالتالي ملي كدير لي انا السكان بعيد على السونتر فيل باش نمشي للمسرح ولا نمشي لواحد هذا ندير 30 دقيقه ولا هذا، راه ما كتبقاش عنصر ديال 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 اللائق وديال الاستدامه. اذا هذه الابعاد خاصها تخاد بين الاعتبار، زائد الغلاء ديال التكلفه ديال المواد البناء راه وصلوا 300% 200% 300%، كيفاش الانعكاس ديالها؟ هذا الشيء اللي كنقول لك راه هاد الهيئات المهنيه كيطرحوه دابا، لانه في غياب يعني ذوك القوانين التنظيميه ديال هذا اللي ما كتعرف هذا الشيء، راه باقي اون جيستاسيون، باقى ذاك السجل الموحد باقي يعني باقي ما داش باش يحدد لنا الفئات، باقي ذاك المسار الدستوري ديال هذا المشروع هذا المرسوم باقي يعني يتناقش في البرلمان باش يتفاليدا، باقي تحديد الفئات بدقه، باقي مجموعه ديال باقي الاستيماسيون بالنسبه للميزانيه ديال 2024 كتقول بان نسبه النمو
يعني اون طابل سيغ نسبة النمو ديال 3.5 كانطون والعجز في 4 بناء على الصدق، كتبقى سؤال الصدقية والمصداقية و الثقة اللي قدوات عليها الوزيرة حتى هادو هادو لي بارامتر هلامية. كيفاش غن الثقة المصطلح كيفاش غن 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 خاصنا دي زانديكاتور فيابل. انا غنبقى معك في الثقة، هاد الثقة هاد المعطى ديال الثقة تلاحظوا ان المواطن ما بقاش عنده الثقة في هاد البرامج هادي. برامج دارت كثيره، محاربه السكن الصفيحي، السكن الاجتماعي، كذا هذوك الدور الايله للسقوط، ولكن في هاد جميع هاد المشاريع هادي ثقه كان مشكل تاع غياب ثقه المواطن. كيفاش دابا انت انا بغيتك تجاوبني مباشره، كيفاش اننا نردوا الثقه في هاد في هاد في هاد المشاريع هادي؟ انا نجاوبك بعدا، نجاوبك بواحد الرقم بعدا، بواحد واحد واحد الدراسه كان دارتها وزاره الاسكان، دراسه دارت على داك السكن الاجتماعي وديال الاقتصادي، لقات بان تقريبا بين 62 حتى 70% ديال الناس اللي استافدوا ما مرتاحينش وما راضيينش على داك المنتوج. صحيح حل المشكل ولكن خلق مشاكل ديال مشاكل اجتماعيه، مشاكل سوسيو ثقافيه، مشاكل هذا، وبالتالي ولا واحد النوع من لونسوفاجمون بين قوسين ديال هذاك الفئه اللي مشات لتما. لان ملي كدير واحد ديشورور واحد الكاسيور، ما واحد الفئه كتعيش في واحد المنطقه معينه وكتجي لو جور لوندو ما كدير لها تاجيكتيها في واحد البلاصه اللي ما فيهاش المرافق، ما فيهاش وما فيهاش حتى تعقبه، نوع من العقاب، من اندوبورتاسيون بين قوسين استسمع الكلمه. لان مثلا نعطيك ليكزومبل ديال الناس المدينه القديمه، كتشدوا واحد عايش في واحد المنطقه قريب ليه المرسى، كيمشي يصيد صباح الحوت ويجي يبيعو في واحد في العشيه، كاين واحد لي ليان سوسيو باش تخيطهم راه خاص سنوات. كتجي انت كتجي لهذا كدير واحد الفئه كتصيفطها هنا، واحد الفئه كتصيفطها هنا، كتبعدوا على مورد الرزق. انا نساء كان جاو كيطلبوني في اطار هذا في حكم الشبكه كنشتغلوا، بغاو غير مساكن شي حاجه تكون قريبه ليهم للمدينه، بغاو شي غير قال لك ما عندناش مشكل واستافدوا. كاين قلت لك انا خدامه في امبيناج في سونتر فيل، كنمشي على رجلي للمدينه القديمه، دابا لا خاصني طوبيس وكذا ما. نعم، وتا كاين وسائل النقل حيت المقاربه، حيت الحضاريه، حيت اش نقول، ما مربوطاش بوسائل الهاجس. الهاجس الاول كان هاجس تقني كمي، عندنا الطل واحد الخصاص واحد العجز كان خصنا نهزو هنا ونحطو هنا، ما تخادوش مقاربه اللي دويت عليهم الاخرين سوسيولوجيه وثقافيه و و وبالتالي حنا كنعالجو مشكل ظرفي ولكن كنخلقوا مشكل على المدى الطويل، واللي هو التكلفه ديالو اكثر من التكلفه اللي ديال ربما صانع القرار كان عنده هاد التخوف هذا. هي فاش هذا المشروع جديد جاب ليه واحد احداث 12 وكاله جهويه للتعمير والاسكان، الهدف ديالها مراقبه هذا المشروع والسهر على، حسب اعتقادي، السهر على تجاوز الاختلالات اللي عرفتها المشاريع. في نظرك انت هذه الوكالات، واش احنا خصنا مؤسسات؟ عندنا الوكاله الحضريه، عندنا اقسام التعمير، عندنا بزاف، عندنا الاقسام تاع، عندنا وزاره الاسكان والمصالح ديالها، يعني واش هذه الوكاله غتكون اضافه لهذا المشروع هذا؟ وعلى حسب الكلام ديال الوزيره هي استجابه اكثر ما هي اضافه. كما كتعرف راه كاين 30 اجونس اوربان، 30 اجونس اوربان دوبوي حنا كنعرفهم وكنعرفوا داروا خدمه كبيره وعالجوا كيديروا خدمه كبيره، ولكن عندهم بزاف ديال ديهم علامة استفهام، لان كان اربع مرات كيكونوا جزء من المشكل ماشي من الحل، وما ندوش فيهم ربما موضوع اخر باش ندوي عليه زوج ديالهم. هاد على حسب اللي فهمت انا، لان هادشي باقي كما قلتي اون جيستاسيون، باقي باقي القوانين، باقي ما تفاليداش، باقي في هذا منهم هاد الوكالات الجهويه اللي قلتي. اللي فهمت انا من كلام الوزيره هو بغى دير دي زونتيتي اللي ما تكونش باش تاخذ البعد ديال لا تيريتورياليتي ولا سينيرجي والتنسيق وتقول لا كونفيرجونس ما بين هذا، باش يكون مخاطب بحال الشباك الواحد، خطاب واحد، باش تبع هادشي واسرع وتحيد البيروقراطيه وكتنسجم مع التوجه ديال الجهويه المساعده اللي هذا واش ملكي. يعني باش تكون واحد، لان لاجونس بطريقه باش هذا خاص فيهم اعاده، لا كاين هذاك شويه ديال مركزات القرار، وهذا هذا هو ديال كنظن الهدف الرئيسي، باش تكون واحد الاليه اللي تكون بحال الشباك الواحد، لا من لا في حاله الاشكالات، لا من حيث من جميع المتدخلين في العمليه ديال 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 الاسكان وديال التعمير والاسكان، لان بجوج ربطاتهم في هذا. يعني هذه الوكالات غيكون دورها
كيدعم المؤسسات الاخرى كينسقوا ان كاتاليزور ويكون مخاطب واحد ويكحاول يعني يتجاوز الاختلالات اللي عرفوها اللي كتعرفها اللي كانت معروفه قبل ديال 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 القرار والتعطال وهذا الشيء وهذا باش حيت الاشكال عندنا ديال الوقت راه عندنا راه 100,000 كنظر مستفيد وتقريبا سعودونس ديال المليار ديال الدرهم ما سهلاش باش هذا وبالتالي قلت لك هذا كله هادو اليات كما قلت هي جزء هي واحده من الاليات اللي باش ما نطيحوش في الاخطاء دابا راه كما قلت استفدوا داروا قراءات ومن بين يعني التخريجات اللي لقاو واللي نتمنوا ينجحوا لان على حسب على كلام ديال الوزير ولا حسب داكشي اللي شفت ما تكون الا مزيانه لان فيها مجموعه ديال الاليات باش تحل المشاكل ولكن كما كنقولوا الاشكال عندنا فين راه ماشي في القوانين ماشي في لي زاجونس ماشي في لي ستركتور مشكل في التقعيد والتفعيل ديال القوانين على ارض الواقع راك شفتي فجال المشروع ديال الاجتماعي ولا ميم لين دياج كاع اللي شفتي كيفاش هذا ولكن منين جينا في التفعيل انزال على الارض الواقع كان فيها مشكل مزيان كسؤال اخر سي المهدي هو انتم في الشبكه شنو تصوركم السكن بصفة عامة في هذا المستقبل احنا مقبلين على تحديات جاية على كأس العالم على كذا كيفاش تتشوفوا التصور يعني شنو خصو يكون في مستقبلا اولا السكن خصو يخرج من ديك المقاربة التقنية الكمية راه السكن خصو يتخاذ في اطار مقاربة حقوقية وفي مقاربة ديال الاستدامة وديال الصمود لا ريزيليونس الاشكال ديال الحوز الزلزال ديال الحوز بان خاصنا اون دو غوفوار لو موديل ديال السكن وديال الاسكان وديال التعمير بصفه عامه دونك هذه اللي قلت لك هذه المقاربه اللي خصنا يعني اللي خاص لا غيزيلي لو بيانيتر السكن راه ماشي غير حيوط فهمتيني سكن واحد الفضاء ديال العيش اللي تكون فيه الكرامه تكون فيه الاستدامه تكون فيه الصمود ويكون خلق واحد الفضاء لو بيانيتر ما بين الساكنه تكون واحد فوالا مرافق لكمودو تي اما تجي دير واحد هكا بوكس كذا هنا وتحط ودير مقاربه تقنيه رياضيه 1 بلس 1 ايكال 1 موان 2 بقى لي لو ريستارو كوفري نعاود نديرو عندهم شيني وكما قلتي دابا المغرب ولا وجهه سياحيه بامتياز مقبل على التحقيقات راه ملي غيدار كوب دي موند يبداو المغرب بحال داك لو تور دو فرانس غيبدا العالم كله يشوفنا من الفوق ومن يعرف اي دخل يعدي يدخل البيوت ديالنا ايوا وبالتالي حنا كمواطنين وحنا مغاربه ما غنرضاوش يبداو يتصوروا لنا دي غيطو دو صوروا لنا غياب مساحات خضراء راه ملي كتزومي كذا من الفوق راه واحد الان بيتون يعني ترانفيرسال كيبان لك الشجيرات هنا شويه الخضوريه ما عرفتش دوك النخل باقي الفاعل الترابي والسياسي كينصنفوا مع الشجر اما هو ما عنده علاقه بالشجر غير شفنا هناك التعدي هذا موضوع اخر فوالا في مواضيع اخرى فوالا سي مهدي جماع منسق شبكه المغربيه من اجل السكن اللائق شكرا جزيلا شكرا لكم وشكرا على الاستضافه مشاهدينا الكرام الى اللقاء في حلقه قادمه